لازلنا نتواجد في بيت ريان في قرية إغران. الكل يترقب وينتظر خروج ريان من قاع البئر مع فرقة الإنقاذ. عموما معي السيدة فاطمة وهي خالة ريان. الحاجة شنو نقدروا يعني تقول لي في هذه اللحظة اللي فيها فريق الإنقاذ كيحاول يخرج ريان؟ كندعو معاه الله يجعلو سيدي ربي يخرجوا لنا. كندعو مع المغاربة كاملين كيف واقفين معانا. سيدي ربي يخرجوا لنا. شنو كنقولوا؟ يا ربي يا ربي يا ربي ما تخرجونا. كندعو مع هاد الأسرة ساكنين واقفين معانا الله يجعلهم سيدي ربي يوقف معاهم حتى هما. كندعو مع أريان يا ربي خرجونا يا ربي خرجونا بين يدينا يا ربي يجيبونا بين يدينا. هادشي اللي كنقول لك أختي الله يجعل سيدي ربي يوقف معانا. طيب هي لحظات يعني صعبة تعيشها الأسرة بكاملها، وأيضا توجد السيدة فاطمة وهي جدة ريان. الحجة أنا شنو تقدر تقول في هذه اللحظة؟ نقول ولدي الله يرضى عليه، والله يدهره لي، والله يحن عليه، والله يطلق على شي بنت الخير خرجوا لي ولدي، والله يجيبوا لي حي ولا ميت. غا يخرج من تلك الحفره من الحفرات. كيفاش كيعيط لك ريان؟ عيط لي جدا. انا السي ريان عزت. كيقول لك احنا اقلي احنا. انا السي ريان. انا ماشي ريان، انا السي ريان. دابا نرضى عليه ونكثر له بالرضا، والله يرضى عليه، والله يرضى عليه، والله يخرج لي في الحين ونشوفه غا في يده مرحبا بالموت كجاز. يا ربي وحين علينا وحين المسلمين كامل والناس اللي واقفين معنا كامل اللي يشوفونا كاملين. يا ربي خرج لي ولدي من الحفره. يا ربي يا الحبيب، يا ربي يا ربي ويشافينا ويعافي ويشافي المسلمين كلنا ان شاء الله. يعني كيف يعني كما راينا وكما سمعنا يعني هناك يعني تضرع الى الله والدعاء، وهم يعني على علم بان جميع الاشخاص وجميع الناس يسالون على ريان ويتمنون ان يخرج ريان في اقرب فرصه ويتمتع وان يكون بخير وسلامه.